السلام عليكم. على عتبات القصر الجمهوري الجريح، تم إهانة الجمهورية للمرة الثانية منذ 21 سبتمبر 2014. الجمهورية التي كانت روح الشعب ورحيق أنفاسه، تم التعامل معها كقطعة قماش تتناقلها أياد وضعت أصابعها في عين الدولة والجمهورية والشعب ومخرجات الحوار الوطني. الانقلاب يحتفل بسقوط الجمهورية، يلتقط الصور على جثمان الدولة، والقصر الذي تحول إلى مبنى خال من روح الشعب وإرادته يرتاده المتسلقون إليه خلسة في ليالي صناديق الذخيرة التي انقلبت على إرادة الشعب وصباحات صناديق الاقتراع كما يقول متابعون. من قبة البرلمان المختطف إلى قاعة القصر المخنوق بالمخالب ذاتها، تمتد سلسلة الأكاذيب من إسقاط الجرعة إلى إسقاط الدولة والجمهورية. كما أن الاستحضار القهري لمؤسسات الدولة وانتحال شخصيتها وتحويل التشريعات الدستورية ذات المضامين الجمهورية إلى ترياق لذوي العاهات السياسية المستدامة من تحالف الثورة المضادة لفبراير والثورة المضادة لسبتمبر والحاضر الأبرز في اليوميات الأخيرة لتحالف الانقلاب. الموقف الإيراني أيضا كان الحاضر الوحيد فيما تم الفصل الأخير من مسلسل إسقاط الدولة اليمنية بين يدي سلطة غير شرعية قائمة على السمع والطاعة للولي الفقيه والإمام الغائب. يقول مراقبون للشأن اليمني العام إن سعي الانقلاب خاب، وهو يسعى إلى النفخ في قربته المفطورة. حول إهانة الانقلاب للدولة والنظام الجمهوري ستكون حلقة المساء لهذه الليلة، فدعونا نذهب أولا لمشاهدة هذا التقرير. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. جاء الفرج، هذه حكاية صالح الصماد حينما طلب منه آداء اليمين اللادستورية في مقر مجلس النواب، يقسم على النظام الجمهوري ورعاية مصالح الناس. وكأن من أسقط النظام الجمهوري في سبتمبر عام 2014 لم تكن ميليشياته القادمة من صعدة، أو كأنها رعت مصالح الناس خلال سنة ونصف منذ الانقلاب، وقد أوصلوا معدل الفقر فيها إلى 85%. لم يكن يتوقع الجمهوريون أن أردأ فصل من فصول الكوميديا السوداء سيتم تحت قبة البرلمان. وبدل أن يشير هذا الرمز الدستوري إلى شرعية الدولة وتقديس نظامها، ذهب إلى محاولة شرعنة الانقلاب. وقف المخلوع صالح ليبارك السقوط الأخير لفكرة الدولة ورمزيتها في أذهان ووجدان اليمنيين، تلك الدولة التي خلعته في 11 فبراير وأجبرته على تسليم السلطة. تعمد إهانتها وتلطيخ العلم الجمهوري ليتم تبادله بطريقة فجة بين من أسقطوا العلم والجمهورية. معظم دول العالم نددت بما يسمى بالمجلس السياسي، كان آخرها وزارة الخارجية البريطانية التي قالت إن التحركات الأخيرة للإنقلابيين غير شرعية وتعتبر تحديا للدستور ولجهود الأمم المتحدة. لم يرحب بمجلس الانقلابيين سوى الخارجية الإيرانية كالعادة، فبدت وتبدو دائما المساند الوحيد لهذه التحركات منذ الانقلاب. وما يكشف المكشوف من تبعية الانقلابيين للمشروع الإيراني في المنطقة. تأتي خطوة الانقلابيين هذه في محاولة لإنعاش الانقلاب الذي يترنح على وشك السقوط، فالوضع الاقتصادي على حافة الهاوية بسبب عبث الانقلابيين بالمال العام، ناهيك عن بدء سماعهم لأصوات مدافع الجيش الوطني والمقاومة يدقون البوابة الشرقية لأمانة العاصمة. وقال مراقبون إن التحركات العسكرية هذه المرة تبدو أكثر جدية، لا سيما مع قدوم نائب الرئيس وإشرافه المباشر على سير المعارك. إذن تبدو تصرفات الانقلابيين العبثية كمن يغرد خارج السرب. فبينما تصل قذائف المقاومة إلى صرف في بني حشيش، يصر الانقلابيون على المكابرة بمصير اليمن دون تحمل أدنى مسؤولية تجاه من يعيشون تحت سيطرة ميليشياتهم واتجاه ما تبقى من مؤسسات الدولة. يتبادلون أشلاء الدولة ويعبثون برمزيتها الشرعية وطيرها الجمهوري في الوقت الذي لا ترقى فيه الضغوط الدولية إلى مستوى إجبارهم على تنفيذ القرار الأممي والقبول باتفاق السلام، ما يجعل الأفق منحصرا في الخيار العسكري كخيار أخير لاستعادة الدولة بعد أن فشلت كل الجولات التفاوضية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ معن. أستاذ معن، سرقة آخر مؤسسات الدولة الدستورية، استمرار استنزاف آخر مقدرات البلد، وتغييب ما تبقى من معالم دولة اليمنيين، ربما هذه بعض التفاصيل لمشهد الانقلاب. حدثنا بداية أو لنقم بقراءة إجمالية للحالة الراهنة هناك. الخطوة التي أقدم عليها التحالف علي عبد الله صالح والحوثيين، تحالف الثورة المضادة كما ذكرتم بالفعل، هي في تقديري من ناحية محاولة لتنظيم العلاقة بين طرفي التحالف، وأيضا محاولة لخلط الأوراق. هي ورقة أخيرة ألقتها القوى الرجعية المتحالفة لمحاولة إضفاء شكل تنظيمي معين على إجراءاتها، ولكن في كل الأحوال الحديث عن دستور أو عن مؤسسات دستورية في خضم حرب أهلية طاحنة وفي خضم انقلاب نظمته الثورة المضادة أمر تجاوزته الأحداث. اللهم هناك يعني بفعل الضبابية وبفعل سيادة القوى الإصلاحية في المعسكر المقاوم، هناك تقدير مبالغ فيه لهذه الخطوة وخطورتها. هذا أمر قد تجاوزته الأحداث، الاستيلاء على جهاز الدولة وعلى مؤسسات الدولة تم بالعنف، تم بالقوة، وتم أساسا بمؤسسات الدولة التي بقيت موالية لعلي عبد الله صالح طوال الوقت. وهذا هو جوهر الموضوع. وعندما تنطلق الحرب وعندما تنقسم البلاد وعندما تتحول البلاد إلى ساحة أيضا للصراع الإقليمي والدولي، يبقى الحديث أو يظل الحديث على المؤسسات والدستور مسألة نافلة ولا تهم إلا القانونيين في إطارهم الضيق وفي إطارهم الشكلاني. أما المجتمع والحياة السياسية والمجتمع يعرف أنها مسائل قد تجاوزتها الأحداث. نعم، إذن أستاذ معن، يعني نحن نعيش ربما مسلسل يعني من مسلسلات الأكاذيب، مرورا يعني بكذبة الجرعة، الحرب ضد الإرهاب وضد التدخل أيضا إلى الأراضي اليمنية، كما يقولون أيضا النصاب القانوني الذي في البرلمان إلى القسمة المطولة أيضا، وعن المجلس السياسي لديهم. متى ستنتهي هذه الأكاذيب التي يعني المشكلة الكبرى التي يكذبون بها على البسطاء من عامة الناس؟ والله هذه الأكاذيب جزء من عدة الشغل، جزء من الأدوات السياسية، وجزء من الأدوات الإعلامية، وجزء من الأدوات الأيديولوجية، وهي لا مفر منها وسوف تظل دائما موجودة. لكن في الواقع وحتى عند الناس يعرفون أن هذه سلطة قهر وتأسست بوسائل القوة، وبالتالي فقط بالنسبة لبعض الفئات النخبوية السياسية التي تطيل الحديث والاهتمام بهذا الأمر، هذه الأدوات ستستمر، وهي كانت من البداية واضح أنها مجرد شعارات لتسويغ الإجراءات العسكرية أستاذ معن، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. انقلابية. أنا أسمعكم جيدا على أي حال. نعم، ولكن يعني حدثت بعض التشوشات في الصوت ربما من المصدر. نعم، كنت تتحدث عن هذه الاختلالات أو عن استمرار أن هذه الأمور ستستمر من باب الدعاية الإعلامية ربما، وأيضا من باب الأدوات السياسية التي يقومون بها. ولكن يعني نحن نتحدث عن رمز من رموز الدولة أو رمزية الدولة ونظامها الجمهوري من خلال السيطرة على البرلمان وأيضا القصر الجمهوري، وكما نشاهد يعني شاهدنا في الصور والفيديوهات تسليم العلم الجمهوري وما إلى ذلك من هذه التفاصيل التي تعد ربما رمزية مهمة للدولة. كيف تفسر هذه الإهانات المتوالية لهذه الرموز الدولية؟ هي إهانات بالتأكيد، وهو استخفاف في الواقع في الطبيعة المضمون الجمهورية ومضمون الرموز. الرجعي، لأنه عندما كان في قوته لم يكن يحفل لا بالشعارات الجمهورية ولا بالمؤسسات، وبالمناسبة هذه المؤسسات
تم إسقاطه من ثورة الشعب اليمني في فبراير 2011. كان هذا البرلمان كله لدى علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح كان يملك برلمان فيه أكثر من 225 نائب في المؤتمر الشعبي العام، ما فائدتهم في عام 2011؟ لم يكن لها أي فائدة، كان رئيسا شرعيا وكان منتخبا وكان بين قوسين منتخب طبعا، وكان يحظى باعتراف دولي وإقليمي لكن هذا لم يغني عنه شيئا عندما تحرك الشعب اليمني ليمسك زمام الأمور وليستلم مصيره بيده. وبالتالي في البقاء عند هذه المسائل الشكلية، أول شيء الثورة اليمنية في فبراير 2011 قامت لتقوض هذا النظام السياسي. إذا كانت النخب السياسية والحزبية حولت هذه الثورة إلى تسوية وتمسكت حتى هي في الواقع بهذه المؤسسات لحسابات ضيقة، للأسف الشديد قادت الثورة من مأزق إلى آخر، حتى المطالبة التي في الواقع طرف سياسي وعلى الأقل بشكل واضح وبشكل قانوني ودستوري، وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكثر من مرة طالب بحل البرلمان وإعادة تشكيله على ضوء الحصص الموجودة في مؤتمر الحوار، ولكن كان هناك أذان صماء من داخل حتى التحالف الآن الموجود ما فيها الدولة وما فيها القيادة الشرعية، لأن حسابات الضيقة والحسابات المحاصصة كانت مهيمنة طوال تلك الفترات. بالنسبة للشعب والانقسامات ورغم عودة قطاعات نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أستاذ معن، يعني لدينا تقطعات في الصوت، ابقى معنا. يعني سنذهب للأستاذ عارف أبو حاتم المحلل السياسي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عارف. أهلا وسهلا بكم. نعم أستاذ عارف، نحن نتحدث وضيفنا عبر سكايب الأستاذ معن دماج حول هذه الإهانة التي تمت في القصر الجمهوري والإهانة التي للعلم ولقبة البرلمان، أيضا هناك تسلم وتسليم للعلم في القصر الجمهوري بالتأكيد تابعته، والذي يعني كما يقال لم يعد جمهوريا، وهناك إهانة للعلم. كيف تقرأ مثل هذه الأحداث الأخيرة؟ أولا جرى خطأ كبير جدا، أن كثير حتى من المعارضين والمناهضين لهذه الفكرة يسمونه إعلانا دستوريا. هذا ليس إعلانا دستوريا، ليس في الدستور ما يجيز تسليم البلاد لميليشيات، هذا إعلان انقلابي واضح قامت به عصابة مشكلة من طرفين علي عبد الله صالح والحوثيين. علي عبد الله صالح اليوم هذا استكمل عملية تسليم النظام الجمهوري للإماميين، وأعتقد أن صالح بهذه الخطوة قد قضى على تاريخه السياسي. علي عبد الله صالح كان أكثر رجل يعرف ماذا تعني خطورة الإماميين وماذا تعني خطورة الإمامة، وظل يحذرنا منها 34 سنة، وفي الأخير سلمها لهم هو شخصيا. هذه الخطوة لن تؤثر في مسار العمليات العسكرية، وأعتقد أنا وأدعو منه مع الرئيس هادي والشرعية من بين الشرعية المتكاملة والحكومة ونائب الرئيس من نزول إلى مأيد، واعتقد ان هذا هو الرد العملي. مثل ما الطرف الاخر يتحرك خطوات عمليه على الارض، سيجب على الطرف الاخر الطرف الشرعي الا تكون تحركاته عباره عن انزال طيارات من الرياض، لا، يجب العوده الى الارض والعوده الى الداخل اليمني، ومن هنا يكون التحرك العسكري. هذه خطوه تجابه الا خطوه عسكريه. انا بالامس تحدثت مع مسؤول رسمي جدا جدا في الدوله وقلت له العالم يظل متمسك بالشرعيه الى اخر لحظه، هي ليست زوجه، هي موقف سياسي الشرعية، ومساندة العالم في هذا الموقف سياسي. اليوم وجود روسيا وسوريا وإيران مسألة مهمة جدا، أنا هذا خوفي الكبير أن يفترق المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض. اليوم السفير روسيا قولها صريح العبارة، روسيا أيدت كل الخطوط من هذا الجانب السياسي وصدوره بحد ذاته، والقائم بعمل السفارة الروسية، ويضيف لذلك أنه يعتقد أن وجود المجلس السياسي وسع في قاعدة المشاركة الاجتماعية، مهمة جدا. المجتمع الدولي إذا انترخى ووزع إلى قسمين حول الشرعية في اليمن، لمال الشرعية سنصبح أمام شرعيتين ومنظومتين وحكومتين وشركتين، المجتمع بالأخير سيمل وبالأخير سنجد أنفسنا في أحسن حالات نطالب بالمناصفة معهم كما هم الآن يطالبون بالمناصفة معنا.
يجي عندك هنا خطوات عمليه، خطوات جاده، خطوات عسكريه. مثل ماذا؟ مثل ماذا هذه الخطوات استاذ عارف؟ يعني نحن نجد انهم يمارسون هذه المهزله السياسيه بعيدا عن المجتمع الدولي، بعيدا عن اراده العالم، بعيدا يعني وكانهم يخطون هذه الخطوات وحيدين. عفوا يا سيدة اسيا، لا لا هذا كلام ليس بعيدا عن المجتمع عن اراده العالم. إذا كانت الأمم المتحدة جادة لما حضر اليوم وفي الأمم المتحدة، اليوم مدير منظمة اليونيسيف يحضر وهي منظمة طبية تعرف. نعم أنا أعرف هذه النقطة، عفوا أستاذ عارف ليوضح لك الفكرة، يعني أنا لم أقصد أن المجتمع الدولي لا يهتم، هو العكس تماما، هم لا يهتمون بما يحدث في المجتمع الدولي، يعني يمارسون هذه. نعم مستوعب لنبل فكرتك، لكن نعم. أسألك من الذي يفعل مدير منظمة اليونيسيف في اليمن، هذه منظمة طبية صحية، ما الذي يفعل في حافل سياسي انقلابي؟ أليس هذا تواضع من الأمم المتحدة؟ ماذا يفعل السفراء بحجم السفير منذ سفير روسيا، ممثل السفارة الروسية؟ هذه خطوات مهمة جدا، هناك تواضع من المجتمع الدولي، المجتمع الدولي قال للسفير الروسي في اليمن فلاديمير جيدوشكين، أنا التقيت في صلاة استفتاء في 18 فبراير الماضي، قال نحن سمحنا القرار، انتحبنا الى الظل وسمحنا القرار 28/19 بالمرور، لكننا لم نستطيع به الى الابد. الان المعادله تغيرت، نحن بحاجه الى قرار جديد. هذا تهديد للمجتمع الدولي لنا، يجب ان نفهم ان المجتمع الدولي متواضع على مع هذه الميليشيات. هذه الميليشيات صدرت حقها قرارين تحت الفصل السابع واربع قرارات خارج الفصل السابع أربعة أو ثلاثة بيانات رئاسية، ومع ذلك المجتمع الدولي محرك ساكن. بان كي مون قال منهم 10 أيام في 14 إبريل العام الماضي، إذا الآن لم يحرك خطوة ساكن رغم مرور 500 يوم، ليست 10 أيام، يجب أن يكون الرد عمليا عسكريا على الأرض لكي نستعيد شرعيتنا. نعم يعني إذا أنت تجد أن الخطوات التي يجب أن تقوم بها الشرعية الآن هي لابد أن تكون خطوات عملية على الأرض، أم أن هناك طرق أخرى؟ بل خطوات عسكرية تحديدا، كفاية بيانات، كفاية خطب، كفاية تعويل على المجتمع الدولي أو على جميع الدول العربية أو على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي الشريك الفاعل، جامعة الدول العربية عمرها ما كانت صاحبة موقف، هي صاحبة بيانات تشجب فقط. يجب علينا أن نذهب إلى الميدان عسكريا وفي مهن توجد هناك طاولة المطالبة الحقيقية، وفي صنعاء هناك المقر الفعلي للشرعية، يجب أن يكون هناك خطوات عسكرية عملية. ما عدا ذلك انتظروا الشهرين والثلاثة والمجتمع الدولي على الأقل نصفه سيعيد الخطوات الحوثية. نعم أستاذ عارف، يعني هناك من يجد أن هذه الخطوة يعني يسخر من هذه الخطوة، يجد أنها مجرد إهانة للدولة، وهناك من يجد أنها خطوة جريئة يفترض أن يعني تتعامل معها الشرعية بجدية وأن تقوم بمواقف ربما أكثر جدية. إلى أي رأي تميل؟ أنا وأنتي سنقول أنها خطوات هزيلة، خطوات فيها سخرية بليدة، لأننا أبناء سبتمبر، أبناء النظام الجمهوري، لكن إذا نظرنا المسألة من جانب آخر، هؤلاء الناس يتحركون على الأرض ويثبتون أقدامهم كل يوم. وللمرة الألف سأقول أن ما حدث في الأسبوع الأخير من رمضان لم يكن عفويا، حين تم تقييد ضباط من الحوثيين أخذوهم من الشوارع ومنحوهم رتبة بطائق عسكرية جندي، ثم بعد ذلك من جندي إلى لواء وإلى عقيد، وتم ابتلاع المؤسسة العسكرية والأمنية، ثم ابتلاع القضاء، ثم ابتلاع المؤسسة المدنية، ثم ابتلاع أجهزة الدولة. وأمس تسجيل صوتي من سبل عبد الرحمن الأكوع يقول أن قيادات المؤتمر وكوادر المؤتمر وكوادر الدولة كلها انتشلت في المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدولة الإمنية بالكامل، وتم إحلال عناصر ميليشياوية حوثية مكانها. ماذا يعني ذلك؟ الآن يجري حوثنة الدولة اليمنية، ونحن نرى علي عبد الله صالح الآن هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. الآن المجتمع الدولي موافق على ضرورة عزل هذا الرجل، شريكه الحوثي كل يوم يقلص هذا الرجل ويضعف قدراته، والآن يكفي الحوثيين الرمزية بأنهم تسلموا رئاسة البلاد. حتى صالح الصمال بدأ يطلب من السواري الذي قائم بأعمال مجلس الوزراء أن يكتب الرئيس المجلس السياسي رئيس البلاد، مع أن ثقة رئيس البلاد لم توجد بالاتفاق بينهما، لكن الآن يريد أن يقول علي عبد الله صالح تحولت إلى مواطن تحت رحمة منذ الحوثيين في مديرية التبعيد. نعم طيب أستاذ عارف، يعني هل تجد من خلال هذه الخطوات أن صالح يريد العودة إلى المشهد السياسي؟ هو طبعا بالتأكيد يريد، لكن هل بهذه الخطوة فعلا عاد إلى المشهد السياسي؟ صالح يريد ويطمح ويريد أن يستنزهم بالبرلمان وبأنه صاحب الأغلبية وبأنه قادر أن يسحب من تحتهم البرلمان في أي لحظة، لكن هذا الغبي يسأل نفسه سؤال واحد، هل إذا فعل هذه الخطوة عاد وقادر الآن
هل هو قادر ان يعيد البرلمان ويجتمع لتحت الثقه عنهم؟ سيمنعونه وسيسجنونه ويسجنون البرلمانيين كلهم. هذه جماعه دمويه تفعل ما كان يفعله خامنئي حين قال لقد جعلت تودا يكفي على ركبتي. تودا هو حزب الجماهير الفارسيه، الحزب الاشتراكي الايراني، اعدم منهم 300 فرد بيوم واحد. حتى الحزب انهار، فقال الخميني لقد جعلت تودا يكفي على ركبتي. الان صار يكفي على ركبتي هو والمؤتمر وكل من تواطأ مع هذه الميليشيات، وغدا سيسحقون بمن بالكامل بدركتهم الفرصه. نعم استاذ عارف، الا بخطوط عسكريه. نعم استاذ عارف ابقى معنا، ساعود اليك بعد ان ننتقل للاستاذ معن. استاذ معن، يعني سمعت الطرح الاستاذ عارف، ربما هو فكرته يجد ان على الشرعيه ان تتوقف عن الخطابات عن البيانات، وعليها ان تجد موقفا حاسما على الارض من خلال الحل العسكري لتوقيف مثل هذه المهزله. هل تتفق معه في هذه النقطه؟ والله التطرف على الأرض والحراك على الأرض لا يتناقض مع البيانات، بالعكس أحد النقاط الضعف الأساسية للحكومة الشرعية هو أن خطابها السياسي غير واضح، وأنها لا تقدم في الواقع بديلا جديا عن نظام علي عبد الله صلاح السابق. جزء كبير من القوة الداخلة في المقاومة وفي الحكومة في الواقع تريد نظام علي عبد الله صلاح السابق أما من غير علي عبد الله صلاح. أما جماهير الشعب خرجت لتغير هذا النظام، خرجت لتغيره من جذوره، خرجت من أجل نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد. وهذا الأمر في الواقع يفسر عجز وفشل المقاومة في تعبئة قطاعات شعبية أكثر في المقاومة الشعبية. حجم الرفض والعداء والتصدي للحركة الحوثية والعلي عبد الله صلاح أكبر بكثير مما نشاهد، وتأثيره يمكن أن يكون أكبر إذا تمكنت الحكومة وإذا تمكنت المقاومة من بلورة خطاب سياسي يعبر عن مصالح الأغلبية الشعبية، ويعبر عن برنامج ثورة فبراير 2011، وأيضا يستطيع أن يطمن الناس في المناطق القبلية الشمالية، وأن واستخدام منطق وطني ومنطق غير طائفي ومنطق غير جهوي، سوف تكون المعركة العسكرية أسهل. وبالتالي بقدر ما العمل العسكري الذي لا أعرفه جيدا مهم، لابد من عمل سياسي، ولابد من خطاب، ولابد من برنامج واضح. لابد نعم، ولكن يعني ألم يستوعب هذا الأمر أستاذ معن الذي يقاتل من أجله؟ يعني أهمية الخطاب السياسي كما تفضلت والبيانات السياسية والخطاب الواضح، ألم يستوعب خلال سنة وستة أشهر إن لم تكن؟ والله يعني للأسف الشديد الخطاب السائد خطاب يراوح ويدور حول نفسه ويختزل المسألة في مجموعة شخصيات والحديث عن الانقلاب والانقلابيين والإماميين، لكن المضمون الاجتماعي والاقتصادي للنظام المنشود، البرنامج الذي طرحته جماهير الشعب على نفسها في فبراير 2011، الجماهير التي انتفضت أساسا لأنها لم تعد تستطيع أن تحتمل العيش، لأن الحياة أصبحت صعبة، لأنها تعاني من البطالة ومن التفكير، وأيضا بالتأكيد تعاني من أزمة الهوية الوطنية ومن غياب المواطنة المتساوية. هذا الأمر لابد أن يتحول إلى برنامج سياسي واضح، ولابد أن يتجسد في السلوكيات في المؤسسة العسكرية التي يتم إعادة بناؤها، في طبيعة القرارات السياسية والاقتصادية في الخطاب، في أن تكون المناطق المحررة أيضا يتم بناء نظام ونموذج مقبول شعبيا. وأنا أعتقد أنه هذا أحد نقاط الضعف الأساسية التي تعاني منها الحكومة، أنها لم تستطع أن تحول المناطق المحررة إلى نموذج جاذب وقاعدة. طبعا الأزمات عميقة فعلا بجهاز الدولة قد تم تدميره، لأنه الجهاز الدولة بني على أساس شخصي وهو كان يدين بالولاء ولا يمكن تشغيله إلا من قبل علي عبد الله صالح، هذا كله مفهوم. لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل، وكان من الممكن أن يتم التوصل مع كثير من الفئات الداخلة في الحكومة الشرعية وفي فئات المقاومة إلى تفاهمات جدية، بدل أن تبقى تناقضات تجعلها شبه مشلولة وتقعد وتظل تدخل صراعات وثقافة ضعيفة ومحدودة بين هذه القوى المفروضة الذي يجمعها. مسألة أكبر من مجرد معاداة التحالف الرجعي الصالح الحوثي، يجمعها برنامج سياسي يمثل مصالح الأغلبية الشعبية.
نعم، إذا دعني أنقل هذه الفكرة لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني تحدث الأستاذ معن أنه لا تناقض مع العمل العسكري ومع البيانات السياسية، ولكن المشكلة الشرعية أن بيانها غير واضح، خطابها السياسي يعني غير واضح، وجزء كبير من يعني يدور حول ذاته. هناك أيضا مشكلة أن الشرعية فشلت في بناء نموذج جاذب ومقبول شعبيا، ولم تتوصل يعني إلى الكثير مع الكثير من الفئات إلى تفاهمات مقبولة من المقاومة أو الفئات الأخرى. ما رأيك أستاذ عارف؟ المثل الإنجليزي يقول الأرض تقاتل مع أصحابها. الشرعية والعالم لن يظل صامد مع هذه الشرعية إلى آخر لحظة. الشرعية التي تبعد عن جغرافيتها وعن مكانها ستتآكل، لذلك يجب أن تعود إلى الأرض. عودة 86 يوما الذي عادها الرئيس 86 يوما الذي عادها الرئيس هادي إلى عدن كانت مهمة جدا، وكانت أقوى ما في شرعية الرئيس هادي خلال فترة هذه الحرب. و 56 يوما التي قضاها الدكتور أحمد الدغر في عدن في ظروف أمنية قاهرة، ومع ذلك كانت خطوة قوية جدا. الآن خطوات نائب الرئيس في مأرب أيضا هي خطوة قوية ومهمة جدا. يجب أن تعود الشرعية بالكامل الداخل اليمني، يجب أن تعود إلى حاضنتها الطبيعية، يجب أن تعود إلى الناس. الناس الداخل يشتاقون لدولتهم لمؤسساتهم. الناس سمعوا من حكم الميليشيات والعصابات، عرفوا أن هذه عصابة خلال سنة ونصف ليس لم يحقق لهم خدمات أو توسع في المدارس والطرقات والمستشفيات، بل دمرت ما هو موجود ونهبت حتى الاحتياط النقدي. الآن نحن الدولة الوحيدة التي احتياطها النقدي صفر. الشرعية اليمنية إن لم تعود إلى الداخل اليمني عليها أن تبحث في التاريخ، لأنه لم يوجد شرعية واحدة في التاريخ ظلت في المنفى ولم ترتبط بالداخل، ثم عادت وتركت الطرف الآخر الانقلابي سائلا دينامكيا على الأرض، ثم جاءت هذه الشرعية وعادت للحكم مرة أخرى. هذا الكلام لا يتفق مع مسلمات التاريخ وشواهده. يجب أن تعود الشرعية للداخل وأن ترتبط مع وجدان الناس. على الرئيس هادي أن يدرك أنه هو الأقرب إلى وجدان الشعب اليمني، وهو الأحب إلى الشعب اليمني باعتباره الرئيس المنتخب شرعيا، ونحن معه وسنقف إلى آخر لحظة بجانبه لأنه رئيسنا الشرعي، ويجب أن يغير في نوعية قراراته وفي رجال دولته، وأن يبني نظامه الخاص. حتى هذه اللحظة لا أراه إلا يتكئ كثيرا على علي عبد الله صالح. يجب أن يبني نظامه الخاص وأن يعود إلى الداخل اليمني، ومن هناك سيكون الانطلاق ويكون التحرر. ولا أظن أن صنعاء الآن بعيد عننا، فالجماعة الحوثية هم الآن وهذه عندي أكثر مصداقية مما أرى الشمس في كبد النهار. الجماعة الحوثية هي الأصل القش، لكنها تنتظر تكسيرها أو اتضحت الفكرة أستاذ عارف. نعم، كما كان سليمان ما لهم عليه إلا دابة أرض أثرت من سيئة، يعني تبحث نحن عن دابة أرض مثل لنا على أن الحوثيين أنتهم. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عارف أبو حاتم المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ معن أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ معن. أستاذ معن، ذكرت في كتابات لك عن ضرورة فهم الطبيعة، طبيعة السلطة، فهم التحالف الطبقي الحاكم. كيف يمكن تحليل الحالة الراهنة وفق ما ذكرته؟ أنا ذكرت هذا الكلام في سياق التعليقات التي ذهبت لتفسير حضور أعضاء مجلس النواب عن مناطق مختلفة باعتبار هؤلاء النواب ممثلين حقيقيين للشعب ولمناطقهم، وهذا أمر طبعا غير صحيح. النظام ليس أمر يتم بالسلطة العسكرية فقط، كما أنه حتى وإن كان يتركز سلطته في أفراد وفي عائلة معينة، لكنه يعبر عن مصالح اجتماعية في كل مكان. الحس والمقاربة الجهوية والمناطقية، واعتبار أن السلطة فقط تتركز في مكان واحد، وبالتالي حتى التعاطف مع ممثلي هذه السلطة وأعضائها في بقية المناطق كما يحدث مع كل المسؤولين الذين كان يقيلهم علي عبد الله صالح يتحولون إلى شخصيات شعبية وتتعاطف معهم جماهير الشعب لأنهم من منطقتها ولأنهم محسوبين عليها. وبالتالي بالعكس، حيث
تحضر أقصى أشكال الظلم الاجتماعي، نلاحظ ارتباط النخب الاجتماعية في هذه المناطق بشكل أكبر، لأنها تستمد قدرتها على قهر المواطنين أساساً من علاقتها بجهاز السلطة ومن تمثيلها لهذه السلطة. تمثل النظام وتتكئ إلى علاقتها بأجهزة القمع وبقيادة البلد في تأثير على المواطنين. يعني عندما يتم التعليق أنه تهامة كانت أكثر محافظة حضروا منها نواب في الاجتماع مجلس الشعب، لأنه تهامة تمثل أحد أشكال أقصى المظالم الاجتماعية، والنواب في هذه المنطقة لا يمثلون أبناء تهامة ولكنهم يمثلون مصالحهم، وهذه المصالح هي جزء من التحالف الطبقي الحاكم، وبالتالي الناس بحاجة إلى خطاب يفسر أكثر مما نتحول إلى أن ندين بعضنا وندين مجتمعاتنا وننفر الناس، وكما فعل للأسف الشديد جزء من الخطاب الذي كان موجود داخل الثورة والذي أخذ موقف معادي لأبناء القبائل ولم يستطع أن يميز بين النخبة القبلية والمشيخية والعسكرية التي هي جزء من النظام وبين أبناء القبائل المساكين والجنود العاديين ومختلف السكان في هذه المناطق الذين هم متضررين وربما يكونوا متضررين أكثر من السكان في كل منطقة في البلد. نعم أستاذ معن، أيضا أنت تحدثت عن أدوات النظام صالح، هل من ضمنها هؤلاء النواب؟ يعني أنت أشرت إليهم، هل ما حصل اليوم يمكن أن يفهم في هذا السياق خصوصا ما حصل في القصر الجمهوري يأتي في إطار أدوات صالح؟ بالتأكيد النظام القديم هو الذي يحكم، لأن هذا النظام لم يسقط. التغييرات التي حصلت في اليمن كانت تغييرات شكلية إلى أقصى حد، تم تغيير بعض الرؤساء المؤسسات ونصف الحكومة، وبقى نفس الجهاز العسكري والجهاز الأمني بشخوصه وبمصالحه وبطبيعته خاضعا لعلي عبد الله صالح، بقت نفس المصالح التجارية، بقت نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي في الواقع التحالف، وهذا أمر واضح بشكل كبير، النخبة الإدارية في البلد، النخبة الاجتماعية، المشايخ القبائل والجهات، البرجوازية التجارية في أغلبيتها الساحقة هي تنتمي لنظام علي عبد الله صالح، وهي تدعم الميليشيات الحوثية وتدعم التحالف علي عبد الله صالح. الثورة اليمنية اليوم إذا كنا نريد أن نقارنها، لا نكاد نعرف أي أسرة تجارية لا من الداخل ولا من الخارج تساند هذه الثورة بشكل جدي وتدعمها. بعد ثورة 26 سبتمبر الذي كان التجار جزء أساسي من التحالف الذي قام بها، وشاهدنا تجار ضحوا بكل شيء تقريبا من أجل الثورة، بالعكس كانوا أيضا من التيارات الأكثر جذرية داخل الثورة مثل عبد الغني مطهر وآخرين. بينما اليوم نلاحظ أن هذه الفئات ربطت مصيرها وهي بالفعل جزء أساسي في هذا التشكيل، هؤلاء النواب المحافظين ومدراء النواحي والجهاز الإداري والمخابرات والتجار، علاقتهم مصيرية وعلاقة عضوية بعلي عبد الله صالح، ولذا رغم بعض المجاملات هنا وهناك وإظهار التذمر من وهو أمر يفهم ضمن التنازع داخل نفس شرائح النظام على مصالح مختلفة، لا نرى أحد منهم في الواقع. هم الأكاذيب، نحن نستطيع أن نتذكر أسماء مشايخ وأعضاء مجلس نواب كانوا يزايدون أنهم سيقودون المواطنين وسيقاتلون إذا دخلت قوات علي عبد الله صالح والحوثي إلى مناطقهم ومحافظاتهم. نستطيع أن نتذكر الادعاءات الكبيرة لعبد السلام الذهبي في ماوية وفي تعز، ولكنه في الواقع شاهدناه اليوم في موقعه الطبيعي، ربما كان يلعب دورا معينا لمحاولة التأثير والاختراق لا أقل ولا أكثر. شاهدنا نواب من عدن وشاهدنا نواب المناطق الجنوبية وشاهدنا نواب من إب وتعز، والمسألة أن هؤلاء لا يمثلون لا الجنوب ولا إب ولا تعز، كما لا يمثلون لا صنعاء ولا ذمار ولا حاشد ولا بكيل ولا الجوف. هؤلاء يمثلون مصالحهم. الصراع ليس صراعا جهويا ولا صراعا مناطقيا، هو صراع سياسي واجتماعي، وطبقة النظام موجودة في كل مكان، والشعب الذي لديه مصلحة أكيدة في تغيير النظام السياسي والاجتماعي موجود في كل مكان. نعم. والمطلوب من القوى السياسية ومطلوب من طلائع ثورة فبراير أن يجدوا خطابا يستطيع أن يؤثر الأغلبية الشعبية وينظمها عسكريا ضمن المقاومة الشعبية وسياسيا واجتماعيا وفي كل المستويات،
من أجل أن تصبح إمكانية النصر أكيدة وناجدة، ولا يكون النصر في مستوى معين فقط القضاء على هذا الطرف الانقلابي مع بقاء نفس الخيارات الاجتماعية والاقتصادية للنظام علي عبد الله صالح. نعم أستاذ، إذن كيف تفسر تعمد الانقلاب إن انتهاج خطاب يغيب الناس عن واقعهم وحقوقهم ويغيب أيضا الديمقراطية؟ وهذا جزء من الأدوات، جزء من الأدوات الأيديولوجية للنظام. في الواقع لاحظنا بالذات بالنسبة للعناصر النظام الذي كانت في يوم من الأيام تنتمي إلى الحركة الوطنية لليسار القوميين إلى آخره، أنها تحاول أن تستخدم تراث الحركة الوطنية والأدبيات الوطنية في الدعاية لعلي عبد الله صالح والحوثيين، وتقصر الأمر تماما في موضوع العداء والصراع الإقليمي والموقف من السعودية والعدوان السعودي، واستخدام كل هذا التراث الوطني والتراث الحركة الوطنية في الاستقلال وفي السيادة وفي طلب التحرر الاجتماعي لخدمة أشد أعداء الحركة الوطنية وأعداء الوطنية اليمنية وأعداء الفئات الشعبية. وهذا نلاحظه في أسماء لفترة من الفترات كنا نحترمها ربما عن جهل، وربما في الواقع كانت محترمة لكنها ارتدت لظروف مختلفة، هذا أمر مفهوم بالنسبة للأفراد والجماعات. هناك أحزاب كانت تلعب أدوار إيجابية وارتدت وأصبحت تلعب أدوار سلبية وأفراد و شرائح مختلفة، هذا أمر مفهوم. نعم. الجزء من المعركة، ولذا أنا علقت على الزميل العزيز الذي كان في البداية بخصوص أنه المسألة العسكرية هي المهمة فقط، جزء من الصراع يتم على مستوى الأيديولوجي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي. وهناك في الواقع أحد نقاط الضعف الكبيرة في المقاومة وفي حركة الحكومة الشرعية أن هذا الأمر ليس واضحا، ربما بالعكس أحيانا موجود عند القيادة العليا وضوح أكثر من أدوات الأخرى. هناك يعني كل مجموعة تمارس خطابا تستهدف استقطاب فئات معينة من المجتمع، ولا علاقة لها بالدولة ولا لها علاقة بكيف يمكن أن يكون هذا جزء من خطة كاملة لاستيعاب المجتمع وتنظيمه وبالتالي الانتصار في كل المستويات السياسية والاجتماعية والعسكرية. نعم، إذن أستاذ معن، حول إهانة الدستور وأيضا مدى شرعية ما يحدث، ينضم إلينا الأستاذ علي هزازي خبير بالقانون الدولي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. لو بدأنا بالحديث أستاذ علي من إهانة المرجعيات السياسية واختراع كيان غير دستوري وهذا العبث الحاصل بالحالة الدستورية، ما قراءتك له؟ بلا شك أن الانقلاب من أول لحظة كان هدفه القضاء على كل المؤسسات الدستورية في البلد بما فيها المؤسسة الرئاسية وأيضا أرقل مؤسسة مجلس النواب من الاجتماع. كلنا نعرف جيدا ما الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي بمن حتى اجتماع مجلس النواب أنذاك، هي اليوم تحاول أن تقضي على ما تبقى من كيان قانوني وهو مجلس النواب بما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بأنه مجلس توافقي لكل القوى السياسية يكون القرار فيه توافقي. إذا اعترض شخص من الأشخاص الموجودين في مجلس النواب تنتقل الصلاحية إلى رئيس الدولة، وبالتالي هو مجلس توافقي. هم الآن يحاولون أن يثيروا ضجيج جديد حولهم، يحاولون أن يتذرعوا بالشرعية، يحاولون أن يلعبوا بآخر ورقة من أوراقهم وهي ورقة الشرعية مجلس النواب، بينما يتناسوا أنه شرعية مجلس النواب تتطلب التوافق. نعم، ولكن أستاذ علي، يعني نحن كما تفضلت يعني هم في البداية لغوا بإعلانهم الدستوري مجلس النواب والآن عادوا ليتحدثوا عن شرعيته بالاتفاق مع صالح، يعني هل تعتقد أن العودة من خلال مجلس النواب هي قادرة على إقناع العديد من الناس البسطاء الذين يجدون في هذه الأمور رموز حقيقية للدولة، مجلس النواب، القصر الجمهوري وما إلى ذلك؟ لا أظن، لا أعتقد أنه مسألة أنه يمكن أن تنطلي مثل هذه الألائب، يمكن أن تنطلي على عدد قليل من الموجودين في الداخل، لكن ليس بذلك التأثير. أصبح الناس يشاهدوا القنوات، يسمعوا رجال القانون وهم يتحدثوا عن عدم شرعية هذا الاجتماع وعدم اكتمال حتى النصاب الذي يتذرعوا به، بينما أنه مسألة النصاب قد ألغيت بنص المادة 8 من الآلية التنفيذية للمبادرة، أصبحت
أصبحت المسألة الأغلبية غير موجودة في مجلس النواب من الأساس. هذه الأغلبية التي لم يتحصل إليها أيضا حتى الاجتماع في حد ذاته الذي تم في مجلس النواب كان اجتماعا شكليا، القصد من إيصال موقف سياسي أو عمل رسالة لموقف سياسي وليس عمل إجرائي وفق قواعد وعمل مجلس النواب المتعارف عليها في لوائح وأنظمة مجلس النواب أو بحسب ما نظمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. إذا لا يمكن أن تنطلي مثل تلك الأشياء على الناس في الداخل كما أيضا في الخارج. نعم قانونيا أستاذ علي، يعني اختراع كيان غير دستوري، العبث بهذه المرجعيات الأساسية، أيضا إهانة الدستور وإهانة القصر والعلم أيضا الذي يتبادل بين أيديهم بهذه البساطة، كيف يمكن وضعه أو توصيفه قانونيا؟ المسألة كما أسلفت لك، المسألة مسألة انتحار سياسي، مسألة محاولة اللعب بآخر الأوراق وهو ورقة مجلس النواب وحرق هذه الورقة. الأعضاء الذين حضروهم أساءوا إلى أنفسهم، أولا هم من خلال اجتماعهم أيضا هذا الاجتماع لا يمثل أي ميزة قانونية لهذا المجلس، بل قضوا على ما تبقى من سمعة لهذا المجلس أو من مكانة لهذا المجلس من الناحية القانونية. لو تناولنا مسألة المبادرة الخليجية والتي نصت على عملية التوافق، الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة مجلس النواب وحضره أيضا عضو من أعضاء الهيئة ودعوا فيه إلى اجتماع مجلس النواب، الأصل أنه كان تجتمع الهيئة كاملة بعدد قوامها الأربع ليقوموا بالدعوة. الدعوة من أساسها باطلة وما بني على باطل فهو باطل، هذه من الناحية. أما من الناحية القانونية في القانون الدولي فالمجتمع الدولي يدرك أنه مسألة مجلس النواب لم يعد هو يمكن أن تقوم أعماله وفق الدستور، إنما أعماله توافقية. الدول 18 الرائية للمبادرة الخليجية هي أيضا تعرف القيمة القانونية للمبادرة الخليجية، وهي أيضا تعرف أنه مجلس النواب لم يعد أيضا روسيا التي يراهن عليها الحوثيون اليوم تصرح بأنه لا تقبل أي عمل من طرف أحادي وتدعو إلى عدم اتخاذ أي موقف أحادي. لا. كل الأوراق أو كل الأبواب مسدودة أمام الحوثي وصالح. هذه الورقة الأخيرة هي سقطت باستخدام المسيء لها. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني في ظل الحديث عن هذه التجاوزات والخطوات السريعة التي يقوم بها طرف الانقلاب، ما الذي على الشرعية أن تقوم به في دقيقة إن سمحت؟ المطلوب طبعا أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لحكومة الرئيس هادي وللمقاومة، والجوهر المسألة هو كسب الأغلبية الشعبية إلى صفوف الدولة واستخدام الأدوات التي تجعل هذه الأغلبية الشعبية جزءا من المعركة وتكون موظفة بكامل طاقتها لتمتلك مصيرها، لأنه في الأخير هو المطلوب تحرير الفئات الشعبية وتحرير المجتمع وتحرير الدولة، وهذا لا يمكن أن يتم بالنيابة ولا نريد أن يتم بالنيابة لا من قبل قوات خارجية ولا أيضا حتى من قبل قوات الدولة. المطلوب الخطاب والبرنامج والأدوات التي تسمح للمجتمع وللشعب أن يشارك وأن يستطيع أن يصل إلى غاياته ووصولا إلى تحقيق أهداف ثورة فبراير وتغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما يلبي مصالح الأغلبية الشعبية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من تونس. أشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، وربما نختم حديثنا لهذه الليلة بما طرحه الأستاذ معن على الشرعية أن تقدم أنموذجا مقبولا وشعبيا على الأقل في الأماكن المحررة حتى تستطيع أن تستعيد هيبة هذه الدولة من أيدي هؤلاء العابثين بها. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.